لا تخافي. وين طبعا اليوم سائحتنا حبت ان تقوم بعمليه حلب البقره. ايوه
لأنه لابس أحمر فيقول أخاف. لا أنا ما أعرف ما شبك أنت لابس بقرة. اسحبين للأسفل. أوكي خلي أنام جوا أشربها. أمنية سائحتنا أن تحلب البقرة اليوم تحقق أمنيتها. ألف مبروك. يكون يابس ها خاص للباتشا يكون يابس اسلوبه هو طبعا يدخلوه هنا بالمرقه ويكسروه حتى يصير مثل التري وراها ناكله ورا ما ناكله ناكل اصابعنا اوكي تفضلوا ويانا بالعافيه الله باش طبعا لازم يكون جاب يابس يعني متيبس هذا الطواش تستخدم للطاش
كافي كافي وايد صار. يلا على الواحد، على الواحد انزل.